السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألتقيكم بالمحاضرة رقم 12، How to insert solar components in SketchUp and Scheduling Extension، معناها كيفية إدراج الألواح الشمسية أو الألواح وقواعدها في برنامج SketchUp ومع امتداد سكليون. أخذنا بالمحاضرات السابقة طبعا هذا الموضوع، بس أنا أحب شوية نوه عليه في بعض يعني تخصيص أكثر حتى تكون الصورة واضحة. طبعا يعني من ناحية المبدأ، لو رسمنا هذا السطح، مشكلة سوي على السريع بعدين نرجع. طبعا هذه تيست بانل، برنامج يضعها سرعان على تفاصيله. احنا ليش يتم التوجيه نحو الجنوب؟ شنو الهدف؟ مثل ما نشوف هاي مجموعة من الألواح الشمسية، بغض النظر اذا كان سطح افقي، سطح مائل، سطح منحني، متعرج، مشكلة. الهدف هو واحد، مثل ما نعرف الشمس تشرق من جهة الشرق ناحية الشرق، هذا ناحية الشرق، هذا المنقطة ناحية الغرب، هذا ناحية الشمال، هذا ناحية الجنوب. الشمس حتى تنطينا أعظم شدة إشعاع في وقت الظهيرة تسوي لنا maximization for solar intensity over casting the surface of the solar modules، هو انه اعظم شدة نحصلها وقت الظهيرة اللي تحقق لحالة التعامد الساعة 12 ظهرا ما بين على سطح اللوحة حتى نحصل على اعظم انتاجية. هذا هو الهدف، وتجنب الشيدنج او عملية اسقاط ظلال على سطح اللوحة حتى نحصل على الانتاجية المطلوبة اللي احنا نريدها. فعملية الاورينتيشن نحو الجنوب هذا هو الهدف من عندها، اضافة الى زاوية الميل اللي تحقق لي حالة التعامد كما ذكر. نطلع من هذا الموضوع. لو نجي على الاعدادات مال البرنامج settings شوية، لو شرحنا هذا الموضوع، الأزموث convention بالقطب الشمالي، بالنسبة للكرة الشمالية عفوا، البرنامج يعتمد على 180 اتجاه الشمال، النورث 180، الساوث 0، الشرق ناقص 90، والغرب 90 درجة. في نصف الكرة الجنوبي يحدث العكس تماما، النور زيرو ساوث 180. و طبعا عندنا هنا الكونفنشن 180 والكونفنشن 360. احنا طبعا راح ناخذ الكونفنشن اللي هو 180 واللي هو facing towards equators and azimuth negative in the morning. طبعا هنا معنى انه الفيسنج هي السطوح او الوجوه او الاوجه تكون متجهة نحو محور الارض او الكويترز اللي هو والازمة هي تكون نيجاتيف سالبة في وقت الصباح، وبعد ما بعد الساعة 12 تصير موجبة، وهذا ما نشوف هذا هنا طبعا عندنا، والإكويتر اللي هو خط الاستواء، عندنا التوجيه نحو الجنوب باتجاه خط الاستواء. برنامج البي بي جي واي اس يستخدم 180، بينما
ال 300 البي في وات تستخدم ال 360. احنا على البرامجيات تختلف، حتى البرامجيات الاخرى يعني مثل البي في 6 ياخذ الساوث زيرو، فالاورينتيشن يعني ياخذ باتجاه الساوث. فهذه هي الاعدادات مال البرنامج. خلينا نرجع هنا، شنو هي الاحتمالات اللي نركب بها الالواح على الفيسز؟ طبعا البرنامج يتعامل يا اما مع فيسز او سطوح او اوجه، او مع فيسز بلس ايدز. ايدز يعني الحواف، فيس اند ايدز او ايد حافة وسطوح. فبالبداية يعني البرنامج من تسوي تيجي تسوي انسيرت، مع البرنامج سكليون الاعداد مالها هاي هي التولز او الاوامر اللي احنا نتعامل معها. قسم من الاوامر قد ما طرقنا ان شاء الله نطرق لها بالمحاضرات الجاية، بس خلي حتى نتعامل يجب ان يكون عندنا فيس او سطح. فاول ما نرسم السطح ونفرض على التعيين، هذا هو سطح، نأشر على السطح، غير اللون مالته لون رصاصي اشباه النقاط الزرقاء، مثلا نضرب كليك خارج يتغير انه اصبح لون رمادي او رصاصي. بينما يعني اضرب هنا كليك واروح على الانسيرت كومبوننت سولار كومبوننت، تطلع عندي واجهة. هاي الواجهة بها ثلاث خيارات أساسية، اللي هي التركيب على سطح مستوي أفقي، الأزموث راح تكون صفر عندنا هنا، والتلت أنجل تختلف حسب الموقع الجغرافي، اللي هي عادة ترتبط ارتباط وثيق بزاوية خط العرض أو اللاتيتيود أنجل. وهذا الموضوع احنا شارحين في محاضرات سابقة. الحالة الثانية عندنا تركيب على بنايات ذات أسطح أو أوجه مختلفة، مثل هذه الحالة يعني شلون على شكل كوخ أو جمالي أو جملونات، فبها عدة اتجاهات. فهنا يعني الأسطح هنا هي حاكمتنا، يعني ما ممكن أنه نغير الاتجاه مال الألواح، إنما يتم توجيه الألواح باتجاه السطح اللي يتم تركيب الألواح عليه. فإذا الأزموث أنجل في هيج حالة لكل فيس هي تمثل زاوية اتجاه الفيس أو السطح نفسه، يعني هذا اتجاه هذا اتجاه هذا اتجاه هذا اتجاه. أحيانا بالتركيب يعني مثل ما نعرف انه عندنا حالتين، يا اما يكون اللوح مباشرة السطح اللوح السطح الخلفي للوح موازي للسطح المائل هذا، مع ترك جاب او فجوة لمسافة لأغراض التهوية. ليش لأغراض التهوية؟ لانه اذا صار انطباق مباشر بين السطح الخلفي للوح مع السطح المركب عليه راح ترتفع درجة الحرارة، وارتفاع درجة الحرارة هذا راح يولد لنا خسارة بالبيك باور أو الانرجي بسبب ارتفاع الفولتية. مثل ما نعرف انه ارتفاع الحرارة يخفض لنا الفولتج، وانخفاض الفولتج مثل ما نعرف هي الباور بالدي سي، هي اي ملتبلايز باي في التيار في فولتية، فانخفاض الفولتية بمعنى انه نقصان الباور. او الاحتمال الثاني انه الاخر اللي هو تكون الالواح مائلة عن السطح المائل بزاوية، هذه الزاوية نسميها الزاوية النسبية او الريلاتيف تلت الزاوية النسبية. يعني السطح هو بالاساس مائل مثل ما نشوف هذا السكشن او الجزء المكبر من هذا، فهذا هو مثل اللوح، وهاي الزاوية هي تمثل زاوية relative angle of solar modules according to the surface or according to the inclined face for
buildings or structure. إذا صادف أنه الزاوية أصبحت صفر، بمعنى أنه سطح اللوح أو مستوى اللوح هو in parallel with the faces. فهذه الحالة عندما زاوية الـ relative angle تساوي لنا صفر، فتصير عملية كوبلينر انطباق، يعني الاثنين في مستوى واحد متوازي. فإذا هاي الحالات الثلاثة هي موجودة عندنا. ناخذ الحالة الأولى أنه سطح مستوي وأنا راح أركب الألواح بزاوية 30 درجة. هنا طبعا نجي على الـ component selected PV module، هذا نعطينا الشكل مال الـ width والـ length والـ thickness. هنا طبعا أنا عندي خيارات اللي هو مخزن الألواح اللي مخزونة في قاعدة بيانات البرنامج اللي هي Scikit-Learn PV Database أو الـ User PV Database أو الـ End Model اللي هي الألواح مع القواعد مالتها. خلينا نجي على هاي الحالة، خلي أشوف كل شيء وين هاي مخزنة. هاي مخزنة في قاعدة بيانات البرنامج، أنا شرحتها بمحاضرة سابقة. هاي ألقاها في الـ Partition C of my computer، يعني لما نصور البرنامج تروحون طبعا حتى نطلعها هذه، نروح على السي، تروح على اليوزرز على الاسم اللي اكو فولدر باسم الشخص اللي انت صاحب الحاسبة، بعدين تروح على الابليكيشن داتا الرومنج فولدر، بعدين تروح على سكتش اب 2018، بعدين سكتش اب ايضا، بعدين بلجنز، بعدين تروح على سكيليون، تروح على الداتا بيس، راح يطلع لك ملف اكسل، بس يختلف عن الاكسل العادي انه البيانات اللي بي هي السي في سي في اس كوما سبريتد فاليوز اللي هي مثل ما راح نشوفها. افتح هذا، فتح ملف اكسل، هذه هي اسم اللوح، اسم الشركة، الطراز مالته، الباور، التكنولوجي مالته، التكنولوجي طبعا الزيرو هو الثين فيلم الوان، يمثل لي المونو كريستالين سيليكون، التو يمثل لي بولي كريستالين سيليكون، والثلاثة هو اللي تيست بانل على شكل اسهم. وهذا الفيزيكال دايمنشنز، الطول طبعا هنا الوحدات بالمليمتر مثل ما نشوف، الطول والود العرض والتكنس السمك والتكستشر اللي هو نعطيه رقم، تكستشر معناها النسيج او التركيب، ان ثلاثة هو يمثل التيست بانل، والاثنين البولي كريستلاين، والزيرو هو الثين فيلم، الواحد هو المونو كريستلاين سيليكون، وهذا الوزن للون. طبعا هاي ما افضل انه تغير بيها، يعني ربما تخرب عندك البرنامج. هذا ملف واسع جدا، هو من ضمن امتدادات سكيليون. زين انا وين ادخل؟ اني ملفي هنا بس ما اجي ادخل منه. هذا هو اليوزر فوتوفولتيك داتا بيز، وانا راح افتح لكم هذا الملف. اني مدخل هذا، مدخل لوح في قبل ما اسوي فورمات الحاسب، مدخل مالت حاسب، مدخل بحدود 5 انواع من السولر موديولز. منين ندخل هاي؟ راح نشوفكم منين ندخلها. نطلع من هذا، خلاص نغلق هذا، نعمل عنده عملية ادخال البيانات منها اللي هي edit user database. لا طبعا تخلي البراند مالته model يعني الطراز، تخلي الابعاد، تخلي الباور، منها طبعا هذا
تكستشر مثل ما قلنا هذا تنفل المونوكريستلاين طبعا لا تتحكم انت تضيف يا انت شنو ضفته تنفل مونو بولي تختار على سبيل المثال او هذا وانا ما راح ادخل هسه دخل ثاني فهنا طبعا بنرجع ثاني اريد بس قبل ما نجي هنا طبعا شلون نظهر الزاوية قبل ما ندخل الواحد شلون نظهر الزاوية لمستوى معين سان هذا طبعا نشوف هذا من عشرة اروح على التلت انجل فالازمة زيرو والتلت 180 تمام قبل ما خلي ناخذ حالة اخرى مثلا خلينا نسمي هذا الرسم اتجاه الزر اكس هذا بلان او مستوى هذا المستوى الأزمة 880 والثلث مع الأنجل 90 خلينا نسوي اوربت لاحظ اكس واي زد اكس واي زد فاذا هي الزاوية قائمة والازمة 880 درجة زين خلينا نسوي الاروتيشن اروح على امر روتيت طبعا الاحمر المنقلة اللي هي البروتكتر او المنقلة العفو التدوير نعم هي المنقلة ايضا فنلاحظ اريد اغيره بزاوية مثلا على سبيل المثال 30 درجة ارفع الاعلى واكتب 30 وانطي انتر انقل تمام الان الزاوية هذه الزاوية هذه الزاوية من الجنوب 120 والأزمة ليش لأنه أصبح في الجزء الجنوبي هسه أنا راح أسوي طبعا هنا كأنما أنا انتقلت من نصف الكرش ها طبعا يمثل نصف الكرش الجنوبي هذا يمثل نصف الكرش الشمالي تماما فأنا خل أنقل شوف شو راح يتغير طبعا هنا دبل كليك على أداة موف وانقل النقطة السفلى مع موازاة الواي اكسس اللي تشوفونها باللون الاخضر اختار انا خلاص انطي كليك سلكت هنا طبعا اسوي ريفيرس عكس الاتجاهات فالزاوية 60 درجة زاوية الميل وأروح 10 السطح هذا زاوية 60 درجة إذا زاوية ميل هذا البلان 60 درجة تمام أحيانا يعني أحيانا قد يكون من الأخطاء اللي أنا أحب أنبه عليها شوية خلي شوف هاي الحالة ولو شوية المحاضرة أنا ما أقدر أصير طويلة بس خليني أشوف هاي الحالة خليني أسحب هذا خليني نرسم لها على التعيين شوف من كمل هذا
متى يصير مستوي؟ متى مثل هذه يعني صار؟ هذا لما نجي عليه، لا مو من أنا، هذا نلقاه صاير على شكل منحرف أو بعدة مستويات. لما نجي ناخذه خلينا ننظره، لا يعني أحيانا يصير عندنا أشبه بالخداع المصاري، لكن لما نجي ناخذه نحركه باستخدام النور أو الكاميرا يشوف شلون صايرها. فهذا ما ممكن إنه البرنامج يتعامل وياه، هذا ليس بلان، هذا يعني مو فيس واحد وإنما عدة فيسز. فهاي حالة، هاي حالة خطأ نتجنبها. فلما نرسم لازم ناخذ بنظر الاعتبار أنه كل خط نرسمه يكون موازي إلى أحد الأكس، أما الأكس أو الواي أو الزد، بس هذا باتجاه الواي أكسس، هسه باتجاه الزد. خلي آخذ هذه الحالة، طبعا هذا اللون الوردي يطلع عندكم كلون رابع. الآن هذا مستوي، بس هذا المستوي قد واحد يقول هذا يعني يبدو للنظر بأنه باتجاه باتجاه عمودي، أو قد يبدو للنظر باتجاه أفقي. خلينا نجي نشوفه بالثري دايمنشن، ايش نلقى؟ نلقاه مستوي أفقي. الدليل على ذلك لما نروح نأشر، شوف الأزموث مالته صفر وزاوية الميل صفر، بينما هو للعيان يبدو كأنما يعني يبدو كأنما مائل بزاوية، بس هي أصلا مستوى أفقي حالة حالها. فطبعا يعني ما يفضل، دائما يفضل إنه نرسم هنا وننقل لهناك حتى تصير عندنا لخبطة. فهذه هي طبعا ملاحظات على البلانات. خلينا نرجع هنا، فرضا أنا هنا أريد أشوف الحالة الأولى اللي هي طبعا عملية الانسيرتينج. فهنا طبعا راح أختار نوع، نبدأ بي في سكليون، نختار أي لوح نسبة 210، هذا الفيزيكال دايمنشن. هنا طبعا إذا أخلي هذا التشيك ماركس حاني أحدد عدد اللوح، مثلا أكتب 20 أو 10 أو 2 أو 3. وإذا ما أكتب أشيل هذا التشيك ماركس، البرنامج هو راح يحدد لي على ضوء المساحة، على ضوء المسافات الفيرتيكال جابس اللي هي المسافة بين كل سترينج وآخر. فهذه أنا راح أخليها صفر. المجال الأفقي الفيرتيكال الهوريزونتال جاب مثلا هذه أخليها لغرض المرور أو المسافة أو الخدمة، وأقول له مثلا كل ثلاثة ألواح، كل سترينج مكون من ثلاثة ألواح، خلي لي بين سترينج واللي بصفه أو على يمينه أو على يساره، خلي لي نص متر لغرض المرور. السبيس بتوين بانلز هذا معروف لغرض تجنب انتقال الحرارة أو الهيت ترانسفير، واللي هي هاي تمثل جابس بين الألواح حتى أيضا لا تمس الإطارات. أقول له بورتريت بشكل عمودي، وطبعا لاندسكيب بشكل أفقي، يعني يكون طول اللوح باتجاه الفيرتيكال. وهذا الستاك كومبوننت أو المحمل، هذا أنواع عندي محمل هنا، وأقول له دائما حسوي لي ألايمنت بين مجموعة الستاك كومبوننت إذا كانت عندي. هنا البيتش، طبعا البيتش هو المسافة بين مقدمة الصف الأول و مقدمة الصف الثاني الذي يليه، وهي مثل اللي أدنى الحد الأقصى للمسافة اللي تمنعني سقوط الظلال المتسببة من الصف الأول عن الصف الذي يليه. أو in order to avoid shadow casting from the first row on the second row، واللي تمثل لي البيتش مثل لي الشادو اللي هي مسافة الشادو هذه، بلس اكس اللي هي اكسترا سبيس. وعلى سبيل المثال انا اقدر اخذها 5 10 50 شادو كومبوننت، شادو كومبوننت وذ
width component width عرض هذا العرض وكوبلينر لاندسكيب. تمام، هنا طبعا البرنامج جدا ثلاث خيارات، هذه كل شرحناها. هذا هو البيتش ات سولس سنون وقت الظهيرة، والورست بيتش اللي ياخذ لي ما قبل الساعة 12 بساعتين، وبعدها يعني بين الساعة 10 وبين الساعة 2 اللي هي محسوبة على أساس يوم 22 ديسمبر اللي يمثل أسوأ شهر بتكون بالشمس في أوطاننا. طبعا هذا الحكي كله شرحناه، فخلينا نشوف البرنامج هسه نحطه كونتينيو. خلاص البرنامج نزل لي يعني على ضوء، لا طبعا حط إذني 6 ألواح لهذا المكان، ولو أجي أبدي أشوف المسافة، يعني أنا إيش قد تركت هنا المسافة بين سترين وسترين. طبعا البرنامج حسب هاي، لو أنا مثلا كاتب ماي أوين بيت كان يعني على الواحد، خليني أنا راح يختلف الآن، اختلف صار تزاحم. نرجع ممكن انه هون، فاذا خليت طبعا هنا البرنامج اما اعتمد على البرنامج او انا اخلي، فعلى سبيل المثال لو خليت 2.5 متر، برنامج هذا البيتش لو نجي طبعا هنا اقيسه بالدايمنشن من هاي النقطة أقل. أو باستخدام النمبر 2 يعني ما أخذ السنتر بالضبط، خلي ارجع اخذ السنتر او استخدام اند بوينت يعني مستوى الزاوية انا اختاريتها طبعا البروتكتر او المنقلة، اخلي بالاند بوينت مال الجروب واصعد وانزل الزاوية 30 اللي يشوفونها بالستيتس بار هنا طبعا تطلع عندي، هذه هي زاوية 30 درجة زاوية المي. هذه الحالة الأولى. طبعا هنا الشادو أيضا نقدر نتحقق من هذا الموضوع شرحناه، أنا ما أريد أسوي تكرار الشادو شلون نتحقق من عنده. خلينا نشوف الحالة الثانية، شوف الحالة الثانية. طبعا لما عندي مبنى كان عندي هاي الحالة، تمام أشرها أروح على بوش بول مبنى أرفع على 3 أمتار أنتر أجيب ميد بوينت أصعد متر
انتر وصل هذا اسوي له ديليت احدد هاي اروح على البوش بول الخلف لا ليش المسافات غير متساوية لازم اروح اخذ ابعاد متساوية خلص انت شوف ليش ما حصلت الحالة شوف هاي المسافة تختلف عن المسافة فهذا ما ممكن انه نسويه بشكل مثقف فلازم اختار مسافات دقيقة طبعا هنا اجي كنترول و زد الغي لي كل الشغل اللي اشتغلته على سبيل المثال اخذ مثلا 10 متر واروح 5 متر انتر وارجع 10 متر انتر واخر متر انت ارجع اخذ الميد بوينت 1 متر انت اوصل اسوي ديليت صار عندي سطح واحد اشبر تمام بعد مشي هذا هو المبنى بشكل مثقف بسيط أريد هذا السطوح المائي الآن أريد أستفاد من عندها أو أركب عليها نظام شمسي هذا السطح وهذا السطح تمام فأروح على طبعا أختار هذا بلس كنترول وأروح على انسيرت أريد هاي الحالة الثانية التلت انجل لازم أعرفها فأنا ما أعرف هذا ايش قد زاوية الميل حتى أدخلها فأنا أشرط هذه وأروح على زاوية سيرفيس أزموث أند تلت طبعا هنا حتى اعرف لازم السطح هذا الشرطة اللي هي 21.8 والازموث مال هذا السطح 90 درجة فاني الازموث هو راح تكون اللي هي الواي او الازموث مال الفيس فما راح بس لازم هاي اعرف فمن اروح ادخل 21 فاذا اروح اقول له وايضا هذا طبعا نفس الزاوية كنترول اقول له انسيرت طبعا حتى لا تخطئون لانه اذا ما تأكد من الزاوية بشكل مضبوط ما راح يطلع عندك انسيرتين ايش قد قريناها الزاوية هسه والفيس او زاوية الازمث هي لكل هي راح تمثل الواي فيس واقول له طبعا سوي لي ماكسيم يعني هنا طبعا ما يحتاج هاي راح من الهوريزونتال جاب اقدر اتركها صفر خلي صفر هاي حتى يصير صف واحد وافصل هالشي اقول له كونتينيو انتظر نشوف هنا ورا وين سويت انسيرتين نشوف هنا ما صار عندي الواح طبعا هنا احب انبه على ملاحظه حتى تنتبهون عليها البرنامج حسب للزاوية 21.8 فلما اقول له اختار لي كونتينيو ما راح تشوفون ما كان الواح
فدائما خلي زيادة لزاوية الميل بمقدار بوينت، حاول تزيدها. فلاحظ هسه هنا اخليها بوينت، يعني بوينت 1/10، ومثل ما اختارينا اقول له كونتينيو. فتشوف هسه البرنامج نصب لي هذه الالواح. انا طبعا هذه ممكن انه استغل، لانه ما عندي هنا شيدنج، وممكن انه استغل المسافات هذه السبيس بشكل افضل. فارجع اقول له سوي لي بورتريت، فاكيد العفو لاند سكيب، فراح هنا طبعا يزيد عدد الالواح. هنا طبعا يزيد عدد الالواح، اني اتحكم بالمسافات، يعني ما معقول هاي انا اخلي بس سطرين واحد. فايش اروح اسوي؟ اروح اغير بالمسافات اللي خانه، يعني مثلا انا ما كنت داعي بعد هاي، صفر اخليه. فهنا طبعا شوف العدد راح يختلف. ايش قد عندي؟ ارجع على الاعدادات، هذا البيج اخليه زيرو، احاول استغل المسافة. وايضا اخلي البرنامج هو يحسب لي البيتش، فاخلي الات وورست بيتش، فهنا راح يختلف العدد، اختلف عندي، ضاعف عندي، فضاعف عندي العدد تماما. فهذه هي على ضوء المساحة المتاحة حدد لي. فاذا هنا احنا اللي سويناه هسه، اذا هذا الخيار اللي اخذناه عندنا سطح ملتي فيسز، ملتي اورينتيشن اللي هي الازموث انجل فور ايتش فيس اكول تو ذا فيس اورينتيشن، ذس از ذا فيس ون، اند ذا سكند ون از ذا تلت انجل اوف ايتش فيس از اكول ذا تلت انجل اوف موديولز. الحالة الثالثة اللي راح ناخذها اللي هي الريلاتيف تلت، راح نلغي هذا، نرجع باك، نفرض انه الالواح راح يتم تركيبها بزاوية مائلة نسبة الى هذا السطح المائل. هذه الزاوية طبعا احنا حددناها ب 21 تقريبا 22، فزاوية الميل اذا احنا نريدها 30 فراح تقريبا تبقى 8 درجات، يعني اللو راح يميل. طبعا هذا يعني انا اشوفه شيء مو منطقي، يعني حتى بالفيكسينج راح يصير مشاكل، بس على اي حال موجود هذا الشيء. الفيكسينج يراد له، يعني الفيكستشر مالته لازم يكون بشكل، لانه يعني اي تيارات هواء قويه، سطح مائل وسطح مائل ثاني راح يحتاج الى ستريثنينج، يعني تقويه للسقف، حتى يشكل مخاطر على السقف هذا، يعني يصير ستريسز او اجهادات او تورشن ايضا يصير. على اي حال راح نطبق، نشوف لما ناخذ الحاله الثانيه، نروح على الحاله الثالثه اللي هي ريليتيف الزاويه، الزاويه اللي انا اريد احقق بها تعامد هي 30، والازموث انجل هي تمثل الازموث مال الفيس. واجي على باقي الاعدادات، اول شيء اخليها الخيارات نفسها واقول له كونتينيو، استخدم الورست بيتش اقول له كونتينيو، اشوف البرنامج ايش ركب لي. نجي هنا طبعا مثل ما نشوف، هسه لو اجي اقيس هاي الزاويه طبعا قسناها بروتكتر، اللي هي 21.8، هاي اسمها البرنامج انا خليته اكثر. لو نجي ناخذ الزاوية مال ميل اللوح تلت انجل، ناخذ هاي على هوريزونتال،
طبعا هنا لازم يكون هنغير الاتجاه، نلقي نظرة على هذا التركيب. هذا أبد مو لوجيك وغير منطقي وغير مقبول، فيعني نرجع على نفس الخيار ونقول له طبعا لازم الريدو ما يحتاج حتى نقيس زاوية، أصلا هو مو لوجيك. فنقول له الزاوية ريلاتيف زيرو، راح يصير عندي كوبلينر. تمام، نفس الحالة الثانية، نفس الحالة الثانية. طبعا الحالة الثالثة بزاوية ميل، يعني مثل ما قلنا عملية خطرة جدا، بس شرط انه تترك مسافة بالتركيب، يعني المونتنج ستركتشر يكون سبيس او جاب ما بين السطح اللي يتم التركيب عليه وما السطح الخلفي للالواح. هذه هي عملية الانسيرتينج. طبعا زاوية الميل هنا هي تقريبا 21.8، نفس زاوية ميل اللوح. هنا طبعا يعني على سبيل المثال هذه هي العملية لعملية الإدراج. هنا نقدر نكمل الباقية ونشوف شلون عمليات الحسابات البيانات الانوائية العالمية ناخذها. نسوي على السريع انترناشونال، حدد لي المترجيكال داتا. المهم بالمحاضرة هو شلون عملية الادراج، واللي هي طبعا اصلا هذا خلاص اختارينا. بعدين هنا طبعا اختارينا الاوبتيمم اورينتيشن، راح نجي عليه في المحاضرة. الصني اريا طبعا هنا راح يريد يقول لي حدد سطح، يعني نشوفه. أقول له هذا ياخذ سطح سطح. طبعا أطول عملية بالتحليل هي بس أنا أنه حدد لي عملية التريمينج، أو حدد لي هاي المناطق اللي بين هذا السترينج ولو كان سترينج يعني آخر، بحيث أنه هاي المسافة الفاصلة مال المنطقة المضيئة أو السنة. يعني طبعا هنا تكون مو واضحة، لكن لما يكون عندي على سطح على روفز أو جراوندينج و تكون أوضح. خلينا أيضا نسوي لها مال هذا السطح الثاني. وعندي حدد لي أيضا هذا هاي المنطقة المنيرة أو المنطقة المضيئة، يعني هاي المناطق اللي لو كان السطوح أفقية horizontal for roofing or grounding يحدد حدود، بحيث أنه هذا المنطقة يقول لي هاي المنطقة مضيئة وما راح يصير بيها شيدنج، أو المناطق اللي راح يصير بيها شيدنج ويجب أن نبتعد عنها بالتركيب. تمام، هسه خلينا نجي هنا. طبعا هذا كالكوليت يمس سيلكت المينيمال شيدنج كرايتيريان باي ديستانس. هنا طبعا الديستانس انا احددها الاتش الهايت و الدايم الود الديستانس اللي هو رمز للدي. اذا كان طبعا الحالة اذا كان عندي عمود او كولوم او على سبيل المثال اريل او شيء، بس انا ما عندي، او على شكل مدخنة اذا كانت هذه تسبب شيدنج، لكن انا حاليا ما عندي فما احتاج هذا. وهذا طبعا راح نجي عليه في محاضرة اخرى، بحيث نخلي ونطبق هذه، بحيث انه المسافات ايش قد المسافة دي، يعني مثلا هذا الجزء المدخنة أو هذا الجزء البارز من المبنى نحددهن ونشوف الحسابات مالتنا إن شاء الله راح نجي عليه. نجي على الريبورت، أقول له احسب لي شيدنج ودرو شيدنج لوسز
فأنا هذا يطلع لي التقرير، والله مو صغيرة، هي مقدارها 4.8 كيلوات، وما عندي خسائر لوسز، كلها صفر. هنا طبعا هذا الريبورت البيسك اللي هو عدد الألواح 24 لوح، ولوح الواحد 200، ووزن اللوح 17 كيلو، والمنظومة كلها هي 4.8 كيلوات. مثل ما تشوف عندي هنا 12 لوح، هذا الشيدنج لوسز، هذا الأقيام. طبعا من هذا الأري فيو تطلع عندي فقط القيم، شيدنج لوسز في كل سترينج، يعني إذا كان عندي وين أقدر أتلافاها، يحدد لي أروح أغير بالأرنجمنت. وهذا طبعا هنا ما راح، ما عندي شيدنج لوسز، فما راح طبعا تطلع عندي 7 مع 1 اعتيادي، فما عندي مشكلة. يعني هي المحاضرة بالأساس اليوم على كيفية إدراج الألواح على السطوح الأفقية الهوريزونتال والسطوح المائلة باتجاهات مختلفة، والكوبلينر وبدون كوبلول، هو اللي يمثل تشكل زاوية مع السطح المائل، وطبعا تشكل زاوية مع سطح المائل مثل ما قلنا هي غالبا تستبعد. فهذا هو الهدف من المحاضرة، حتى مثل ما شفنا شلون نتعامل، رغم انها بساطتها بس هي تعتبر المفتاح لكل العمل اللي انت، سواء كان مشروعك صغير او مشروع كبير. لهنا تنتهي المحاضرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.